اهلا بيكم في اخر فقراتنا، وهنتكلم دلوقتي عن مؤسسه علماء مصر. يمكن الموضوع كان من 2012 بدا كفكره كمبادره ولحد ما بقى مؤسسه. ايه بقى مؤسسه، يعني نعرف ايه هي مؤسسه علماء مصر، ايه الخدمات اصلا اللي بتقدمها لكل ابنائنا بقى اللي بيسافروا للخارج. هنعرف كل التفاصيل دي مع ضيفنا اللي منورنا، الاستاذ مصطفى حجازي مدير عمليات مؤسسه علماء مصر. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا بيك. في البداية عايزين نعرف من حضرتك أو تكلم بقى مشاهدين أكتر عن فكرة المؤسسة وبدأت من إمتى؟ طيب، هي المؤسسة مؤسسة علماء مصر، هي بدأت في 2012، بدأت بمبادرة فردية من مجموعة من الطلبة اللي كانوا بيدرسوا ماجستير ودكتوراه في أمريكا. ووقتها هم لقوا أن فكرة البحث العلمي أو دعم المجتمع الأكاديمي عامة حاجة مهمة، ويمكن هي مش متاحة قوي في مصر. ماجستير ودكتوراه في مجالات إيه؟ كانوا بيدرسوا في مجالات ليها علاقة بالتكنولوجيا وحاجات ليها علاقة بالطب. تمام. وكانوا بيدرسوا في جامعات عريقة، يعني كانوا في ستانفورد وهو في كاليفورنيا، وكانوا بيدرسوا في جامعات قوية جدا، ولقوا ان هم عايزين ان هم يعملوا حاجات تفيد مصر بالظبط. فكان الهدف من المؤسسة ان احنا نعمل منارة تاني، رجع مصر تبقى منارة للعلوم. مصر كانت معروفة على مدار التاريخ القديم، يعني ان احنا كنا منارة للعلوم، وكانت دايما بيطلع من عندنا علماء مشهورين، وده الكلام ده لغاية يمكن لغايه دلوقتي موجود، بس العدد للاسف في اخر 50 60 سنه عمال بيقل. مش العلوم بس، يعني احنا مصر القديمه صدرت كل حاجه. كل حاجه طبعا، يعني هو شمس الحياه كلها للعالم كله، لان يعني كل حاجه مرتبطه ببعضها. يعني العلم هتلاقيه مرتبط بالفن، والفن هتلاقيه مرتبط بالادب، وكل حاجات دي كلها متداخله ومترابطه مع بعض. فكان الهدف ساعتها ان احنا نعمل ده، وابتدت المبادره زي ما قلت بحوالي 3 4 افراد. النهارده احنا بعد بقينا في 2018، العدد وصل ان احنا عندنا دلوقتي 120 متطوع ثابت. خدماتنا عندنا اكتر من 10 خدمات مختلفه بتخدم. زي ايه الخدمات؟ الخدمات بقى هي يعني احنا مقسمينها عندنا كادارات، يعني عندنا حاجه اسمها الاستشارات. خدمه الاستشارات دي جواها كذا حاجه. اول حاجه عندنا كل اسبوع بنطلع نشره. النشره دي عباره عن ايه؟ نشره للفرص بتتبعت لاكتر من 30,000 واحد، دول موجودين على الميلينج ليست بتاعتنا او الحد اللي بيعمل تسجيل مثلا على الايميل عندكم. بالظبط. نشره الفرص دي فكرتها ان انا ببعت بقول ان موجود حوالين العالم فرص لسكولرشيبس او منح اكاديميه موجوده، من اول بكالوريوس صعودا لزماله. للزماله كده. حضرتك بتبعت النشرات دي بالميل لمين بقى؟ لاي حد عايز يسبسكرايب او ينضم الينا. فلو عايز يعرف ان في فرصه منحه موجوده الاسبوع ده، دكتور بيطلب ان هو عنده فرصه ان حد يبقى موجود تحته. فرص للمنح في البكالوريوس حوالين دول العالم كلها، من اول امريكا لغايه اليابان. يعني انتوا دوركم الوسيط. دورنا الوسيط دي خدمه. الخدمه الثانيه اللي بتدعم الكلام ده هي خدمه الاستشارات ذات نفسها. انا دلوقتي عايز واحد متخرج من طب ومش عارف اروح ادرس الطب ده في المانيا في تخصصي بدرجاتي اللي انا جبتها بي بي بي، ولا اروح ادرسه في امريكا، ايه الاحسن؟ يعني الأحسن. فانا محتاج حد يكون عنده الخبره الكافيه ونجح انه ياخد منحه وعنده ما يكفي من المعلومات انه يديني نصيحه تنفعني. فبيبعت يسالني. المادي اوريدي متوفر في المنحه، من في المنحه، بس هو عايز يعرف يطلع فين. ما احنا خلاص قلنا له بقى دي المنح. أيوة. اختار المنحتين دول. انا يا جماعه اقدم على دي ولا دي؟ أيوة. فبنقول له طب ابعت لنا ورقك. أيوة. طيب، اولا بنقول له لا، الجامعه دي هتبقى مناسبه ليك. ثانيا بقى الخدمه الثالثه اللي هي المراجعه، ابعت لنا بقى الورق بتاعك نراجعه، نشوف السي في بتاعك، نشوف الريكومنديشن لتر بتاعك، نشوف خطاب التقديم اللي انت بعته، خطاب الدوافع بتاعك، الموتيفيشن لتر بتاعك، عشان لو في حاجه ناقصه تقولوا له عليها. بالظبط. فنعلي فرص ان يبقى الطالب اللي بيتقدم عايز يروح ياخد منحه يتقبل. ايه خطاب الموتيفيشن ده اللي هو ايه؟ يعني انا ليه عايز اخد المنحه دي؟ انا كطالب عايز اخد المنحه دي، ده ببساطه خالص. زي في السي في بيقول لك انت عايز تشتغل الشغلانه دي، يعني ليه حاجه مشابهه زي كده. وبيبقى معاه كمان ريكومنديشن لتر. ريكومنديشن لتر. هل كان في حاجات طريفه في قابلتكم في؟ لا، هو في حاجات طريفه. يعني احنا برضو عايزين نعيش معاكم جوه شويه الموضوع. لما يعني بيبقى في مثلا، دون نذكر اسماء طبعا ولا حاجه، موتيفيشن، اصل ممكن على فكره حد يبقى هدفه حاجه ثانيه خالص. يعني مثلا ممكن يكون في حد انا عايز اسافر بره خلاص بلا هدف. بيحصل. فالموتيفيشنز بتبقى ايه؟ يعني تنوع الموتيفيشن. لا، هي ما بتبقاش عاده، حاجات بتبقى الطرفه بتبقى ان هو مش كاتب حاجه. يعني هو انا عايز اسافر بره عشان عايز اخد شهاده. يا راجل. ايوه. يعني هو ده اللي احنا بنقول عليه. طب يعني انتوا بتبقوا عايزين ايه؟ يعني احنا بنبقى عايزين نعرف دوافعه ليه. انت يعني ما هو انت لازم تقنع الجامعه اللي انت عايز، اللي هي هتدفع فلوس من جيبها عشان تديك حضرتك المنحه دي، عشان تديك انت صحيح الشهاده دي، تقنعها
انت ايه وجهه نظرك؟ انت عايز تعمل ايه؟ عايز تفيد؟ اديني مثال، اديني مثال. والله الحته دي مش يعني مش تخصصي قوي، لان دي بيشتغل عليها اساتذه ودكاتره هم يقدروا. طب استاذ مصطفى، تكلفه بقى الخدمات اللي انتوا بتقدموها، احنا بنتكلم في مثلا 10 خدمات، حوالي تبقى قد ايه؟ طب خليني اكمل الخدمات الاول. طيب. سريعا نمر عليها. طيب دي خدمه من الخدمات. عندنا برضو حاجه ثانيه، فريق اسمه فريق ممكن. فريق ممكن بيعمل ايه؟ بيحول البحث العلمي لحاجه على ارض الواقع لخدمه المكفوفين. الفريق ده قدر ان هو يعمل في 2017 يوزع 1500 عصا بيضه. العصايه البيضه دي هي مش مجرد عصايه الكفيف بيحسس بيها، هي معقده عن كده شويه، لان هي لازم تبقى تفتح اوتوماتيكي يقدر يقيس عليها الفلوس، ليها شويه مواصفات وسبيكس. تمام. العصايه دي كانت بتيجي من بره، تكلفتها علينا هنا في مصر بتخش ب $200. طبعا الكفيف عاده مش هيقدر يدفع الرقم ده. حقيقي. اللي احنا عملناه ان احنا عملنا ريفرس انجينيرنج، يعني ان احنا خدنا العصايه دي اللي بتيجي من بره وابتدينا نحولها ان هي تتعمل بخامات ومواد مصرية كلها. بالظبط، مواد مصرية. فننزل بالتكلفة من ان هي تبقى $200 تبقى 200 جنيه. ياه. وعملتوا كده؟ وده عملناه بالتعاون مع طلبة هندسة حلوان. حلو قوي. فدي حاجة خدمة. وحاليا الفريق بيشتغل على خدمات تانية، اهمها مثلا التكست تو سبيتش او قراءة الكلام. يعني انا هطلع الموبايل، انا كفيف مش شايف الشاشة، فانا محتاج يبقى في برنامج. بالظبط. برنامج يقدر ان هو يطلع لي حاجة تانية. من الحاجات برضو ده كتاب من الكتب بتاعتنا، اساسيات البحث العلمي. احنا طلعنا كتابين حتى الان، واحد اسمه دليلك للدراسات العليا بالخارج، ده بياخدك من الصفر لغايه ما انت تبقى تاخد المهنه. ودي اهدافنا. وعندنا كتاب تاني اسمه اساسيات البحث العلمي. كتاب اساسيات البحث العلمي لما نزلناه في خلال اسبوع، كتب دي مجانيه اونلاين، ما بنستفيدش. ده اللي معانا دلوقتي دليلك للدراسات العليا بالخارج، ده اي حد عايز يعمل اي دراسه. بالزبط. خارج مصر. بالظبط. اساسيات البحث العلمي ده بيعلم البحث العلمي من الصفر برضو، بياخدك او للمتوسط، يعني هو البيزك والانترميديت موجود بي دي اف على موقعنا فور فري. تمام. طب ممكن تقول الموقع تاني؟ egyptscholars.org. ولو حد بس مش عارف السبيلنج او اي حاجه، لو دخل على جوجل كتب علماء مصر، احنا اول حاجه بنطلع. يعني ممكن تكتب بالعربي هيطلع له. لو دخل على بالظبط جوجل علماء مصر، احنا اول حاجه بنطلع. دي حاجه من الشهادات اللي الناس كانت بتكتبها عندنا. احنا عندنا مئات التقييمات الحمد لله على البيج بتاعتنا. البيج عليها اكتر من 200,000 متابع. علماء مصر على الفيسبوك. وعلماء مصر على الفيسبوك. اوكي. واغلب خدماتنا بنعرضها. ده 2017 عرض سريع. احنا عملنا ايه في 2017؟ الخدمات اللي اتقدمت، عدد المتابعين، عدد المشاهدات. يعني في عندنا اكتر من مليون مشاهده او مليون دقيقه اتشاهدت عندنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا، واكتر ما يقرب من 200,000 واحد شافوا فيديوهات بتاعتنا. 200,000 شخص مختلف. حلوة. من مصر مينلي ومن الوطن العربي، لان احنا بنستهدف دول. من جامعه حلوان العصايه اللي كنت بتكلم عليها. العصايه البيضه اللي كنا بنتكلم عليها دي هنا في مراحل التصنيع بتاعتها. المصريه بقى احنا هنا. بالظبط كده. ده كله ميد ان ايجيبت 100% من اول التصنيع، من اول فكره التصنيع والهندسه بتاعتها وصولا. ده هنا من السؤال طبعا، ده التوزيع. احنا لسه كنا بنوزع امبارح نجع حمادي الصور دي امبارح. ايوه. بتوزعوا مش بتبيعوا؟ بالظبط. بنوزع. السؤال اللي بيجي بتاخدها منا حاجات بقى زي رساله وجمعيات تانية. ايوه. السؤال اللي بيجي في اذهان الناس يقول لك هل هي هتخرج بنفس الجوده؟ يعني بعد ما قللتوا التكلفه بتاعتها قوي كده هتخرج بنفس الجوده ولا في يعني هو الحمد لله وبلا فخر هي افضل. يا الحمد لله. لان العصايه دي ليها لايف تايم. العصايه دي من الفتح والقفل ما بتعيش مدى العمر. انت عارف احنا كمصريين طبعا ما بنؤمنش بلايف تايم دي خالص. احنا بنحب نجيب الحاجه تفضل عايشه حتى ما هي تبعت فاكس ان هي مش قادره تكمل. لا احنا الحمد لله قدرنا ان احنا كمان تبقى العصايه بتاعتنا اللايف بتاع تايم بتاعها او الاكسبكتنسي بتاعها اعلى من اللي بتيجي بره. السؤال برضو المهم جدا، يعني سريعا، الحاجات اللي انتوا بتعملوها دي كلها والخدمات دي كلها، هل فيها نسبه دعم بالنسبه للتكلفه اللي انا هدفعها ولا الناس بتدفع عادي؟ كل اللي احنا بنقدمه مجانا. مجانا. احنا مفيش مقابل مادي خالص. مفيش خدمه واحده بنقدمها بناخد عليها مقابل مادي. وحاولنا ان احنا يعني حتى انا كنت عرضت على الاداره قبل كده ان احنا يبقى عندنا مثلا خدمات نقدمها بشكل اسرع، زي خدمه المراجعه مثلا. بدل ما انا بقول لك هرجع اوراقك في 3 اسابيع، اقدمها مثلا في اسبوع في مقابل مادي. الفكره لم تقبل. هل في دعم من الدوله للمؤسسه؟ والله صفر لا، بس يعني احنا معتمدين على الجهود الذاتيه ب 100%. ده الموجود دلوقتي. بالظبط كده. طبعا يعني احنا مش عارفين نشكرك ازاي، ومش عارفين اصلا يعني بجد بنتمنى لكم كل التوفيق، لان انتوا بتعملوه ده عمل مهم جدا. وفي الاخر انا فاهمه ان الموضوع حتى بحاجه رمزيه انتوا بتقدموا كل ده بدون مقابل وبدون دعم، يعني انتوا اجتهادات شخصيه كلها. استاذ مصطفى حجازي مدير عمليات مؤسسه علماء مصر، ان شاء الله يكون لينا لقاءات تانية نشوف حققتوا ايه اكتر وايه الجديد كمان بالنسبه لكم الفتره الجايه.
ان شاء الله توعدنا انك تبقى معانا. نورتنا يا فندم. صباح الورد عليك. صباح الورد. نورتنا وصباح صباح الورد. وبكده مشاهدينا احنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. بكره ان شاء الله ساعتين من قبل دلوقتي في نفس الميعاد على شاشه قناه تان وصباح الورد.